في الأشهر الستة المقبلة سوف أركز على عملي كرئيس للبلاد، وسوف أستمر في العمل على دعم كافة أفراد الشعب والأسر وضمان الحقوق المدنية وحقوق الشخصية وحق التصويت وحق الاختيار ومحاربة الراديكالية. وكما قلت أنه ما من مكان في الولايات المتحدة لأي عنف سياسي، وعندما نتحدث بصراحة لا بد لنا أن نتذكر واجب حماية أطفالنا وأن نحمي كوكبنا من ذلك التهديد الوجودي، بحيث نستطيع أن ننجز هذه المهمة لأنها أساسية لبلادنا، وأن يتم العمل على إصلاح المحكمة العليا. وسوف أستمر في العمل لضمان بقاء أمريكا قوية وآمنة وتتمتع بالعيش في عالم حر.